تخطينا المطبات الهوائيه، تخطيتها بسلام، بسلام. وانا سعيد الحمد جدا لله فيها، لان حضرتك كنتي وايد صريحه. طبعا يعني هي مهما يكون هي اكبر مني، قاعده اقول لها حبيبتي اكبر منك ما ادري، بس مهما يعني مبين ان غنيمه اكبر مني. انا تقولين عمرك ام سالم عادي، وليش ما اقول عمري؟ بس غنيمه اكبر مني، ويقول لك الكبير لما تحترمه ترى مو عيب ولا غلط. صحيح. غنيمه هي تقول انا زعلانه وليش تلفين وجهك وليش تقولين انه ما ادري شنو. انا ما قلت هذا، راووني فيديو قلدي قلدته، حالها حال غيرها من الفنانين وايد انا قلدتهم، ترى ما صارت هالضجه هذه كلها. وقلدت الدكتوره فوزيه دراع، وقلدت فوزيه دراع، وفوزيه ما قالت اي شيء عادي. من زعل غير غنيمه الفهد؟ اول من زمان ناديه صقر زعلت فتره وبعدين ردت. احلام، احلام زعلت بعدين عادي تصالحنا، يعني ما فيها شيء. ترى هذا انا ما يتسبيت ولا غلط، هذا تقليد عادي تقليد. من ودش تقلدين؟ ما ادري، خلينا نشوف عند وقتها. ما ادري، ممكن تقلدين فاشينيستا من فاشينيستات اللي موجودين؟ نو نو، خلنا اشوف منو القريبه مني عشان اقدر اقلدها، مو اي حي الله اي وحده اقلدها. منو تعرفين او يعني تحسين وحده من الفاشينيستات اللي رسالتها حلوه، ظهورها على السوشيال ميديا؟ حليمه. حليمه مو فاشينيستا. حليمه هي اعلاميه وفاشينيستا. بما انك قلدتي الاعلاميه حليمه بولند، نبي تقليد حق غنيمه الفهد؟ لا بس عاد عاد مسخت عاد. ليش تخافين تزعل مره ثانيه؟ لا ما تزعل ان شاء الله، ان شاء الله ما تزعل. زين نبي شيء. شنو تبي؟ تقليد حق غنيمه الفهد. خلنا اقلد صالح. لا انا اعتذر، اخاف نروح نشوف نشوف اسنان تور. اي عشان تيوز. اي عشان فعلا كذي انا ايوز.